ادعولي. مع السلامة عمي. عن إذنكم، لا مؤاخذة. كلنا له. شد حيلك عقبال اولادك. والله العظيم انا فرحان. اي والله. برافو رجاله، برافو رجاله. اضرب جامد، اضرب جامد. يلا تدخل. خلاص يا اخوانا كلنا محتاجه حاجه. خلاص بس خلاص. والله اطلعك النهارده. خلاص يا خلاص. هات انت دي بقى، خد دي. ايوه بس خلاص اهو. ايوه بشكل. اتفضل حضرتك. لا اتفضل اتفضل اتفضل. انا هموتك، هموتك، هموتك. ايوه هموتك، 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 هموتك. هما بيتخانقوا ليه؟ الظاهر سالفين من بعض فلوس ولا حاجه. بس ما هيت اول خناقه سخن. سخن. انا طالع اعمل الحاجة. انا بتنرفز لما حد يجي ناحيتي. اوعى حد يوسخ خاطره. تفتكر يا ابو الصلح ان الرحله دي هتجيب نتيجه؟ بكره تبوس ايدي عشان نصحتك تسافر معايا. يعني هلاقي شغل في اوروبا؟ اسالني انا. لكن انت ما سافرتش. لا ما سافرتش، انما ابن عمي سافر. هو قال لي ان الساعه في اوروبا توصل لعشرين جنيه في الساعه. حلوه قوي. عشان نقدر نسدد ديوننا. ديون ايه؟ تمن تذاكر السفر اللي مستلفينه. تذاكر يا شحات، احنا هنرجع محملين هدوم. يعني هنبقى اشيك اتنين في الجامعه بجد. ولو شدينا حيلنا جايز نقدر نرجع بالمرسيدس. لا دي جامده قوي بقى بالصلح. ركك انت توقع واحده من اياهم. اياهم يعني ايه؟ مليونيره من بتوع اوروبا. مليونيره في حبين انا؟ يا ابن المصريين سوقهم ماشي في اوروبا. اسالني انا. برضه ابن خالتك هو اللي قالك كده؟ لا جوز امي. انت مش هتلاحق. طول ما انت ماشي في الشوارع الدنيا هتمطر عليك مليونيرات. مليونيرات ولا جزم؟ انا وقعت من سيادتك وانت واقفة. يعني ما كنتش قصدها؟ ولا دي ما بتعرفش عربي. الظاهر كده. يا نهار اسود، حلوة قوي.
بتجنن يا صلاح. تحفة أنتيكة. اتفضلي. عنك انت بالانجليزي، عنك انت، عنك انت بالانجليزي. ده عليها كل صباع واخوه تتمنى النوم يندبوا في عين الابعد. احنا هنا في مصر نحب نبوس كتير، هنا في الحته دي نبوس بالانجليزي وبالعربي. مندوب الغدا هيجهز بعد نص ساعه يا سمو الاميره. طب روحوا انتوا. بتتكلمي عربي؟ ايوه. فتك بعافيه. يلا يا سيدي قبل ما نتهزم. يلا استنى من فضلك. هو في الحقيقة يعني أنا آسف لو صدرت مني كلمة كده ولا كده، أصل يعني أنت بتعتذر علشان بتقول عليا حلوة. هو أنا وحشة؟ وحشة؟ قال وحشة. هو ما كانش متوقع إنك بتتكلمي عربي. أنا متربية في مصر. أبدع ناس. وراجع الهند علشان بابا المهرجة تعبان قوي. ألف لا بأس عليه يا سمو الأميرة. طب مش واجب برضو تجيبوا له دكتور يا سمو الأميرة؟ بابا المهرجة جاب دكاترة من جميع أنحاء العالم، لكن الظاهر إنه تعبان قوي، بعتوني عشان أشرف على ثروته وأملاكه. هو ما شاء الله عنده كتير. حوالي 100 مليار دولار. 100 مليار غرر؟ دول يزيدوا عن 100 جنيه بكتير. وحضرتك مسافر فين؟ انا مسافر اوروبا. انا بابا مليونير مصري. مليونير؟ مسفرني عشان اتفسح. الفلوس عنده كتير، مش عارف اوديها فين. مستفه فلوس، مستفه في الدواليب. تفتح اوضه النوم تلاقي فلوس، اوضه المسافرين تلاقي فلوس، تحت الكنب تلاقي فلوس، فوق الكراسي فلوس، في الحمام فلوس، البانيو مستهتف فلوس. البانيو نسيت التواليت. التواليت كله فلوس، السفون فلوس، العيال ولاد اختي بيعملهم قراطيس. فرصه سعيده قوي. يا ريت تفضل تتغدى معانا انت وصاحبك. ده مش صاحبي، ده السكرتير بتاعي. هتيجوا؟ اه طبعا. انا في كابينه ثلاثه، وانت؟ أنا في الكابينة اللي جنبك على طول. إيه؟ تعال هنا فهمني إيه اللي أنت عملته ده؟ كتم خالص، مش وقته. قدامي أنت أبوك مليونير. أه. وأنا السكرتير بتاعك. أه. جت قوة. افهمنا بني آدم، دي واحدة أبوها مهرجة وهي أميرة، عايزني أقول لها إن إحنا تلامذة في الجامعة مسافرين درجة تالتة؟ وإيه يعني؟ هي هتناسبنا؟ مش يمكن. أنت أكيد اتجننت. ليه؟ مش يمكن تحصل معجزة وأتجوزها وساعتها بقى نسيب المهرجة؟ لكن أكيد هتعرف إن أبوك صرماطي وإنكوا ساكنين في ضرب المقشات. مالها ضرب المقشات؟ ساعتها هتكون حبتني، واللي بيحب ما يهمهوش إذا كان اللي بيحب ابن صرماطي أو حتى ابن كلب. اعقل يا ممدوح وبلاش جنان. ده انا بقى 60 مجنون لو سبت فرصه زي دي تطير من ايدي. يلا اتفضل قدامي. اتفضل. على فين؟ نغير هدومنا ونروح لها. هي مش عازمانا على الغدا؟ عازمك انت. انتوا مليونيرات زي بعض. ايش وصلنا انا يا كحيان؟ يا ابني تعالى بري نفسك بحتتين لحمه. الله الغني. بلاش. ما انت قصدك والشفاء. يا شيخ. ايه برضه مش جاي؟ لا بلاش. على العموم هحاول ابعت لك حاجه من بقيه الاكل.
طفولة جميلة أيامها قليلة بتفوت زي الأحلام. يا سلام يا ولد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ولد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على المية وعلى الحمام. يا سلام يا سلام يا سلام على المية وعلى الحمام. القلب النون الفاضي بيكون متهني وراضي يكبر يفتكر الماضي يلاقيها أجمل أيام وطفولة جميلة أيامها قليلة بتفوت زي الأحلام. يا سلام يا ولد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ولد يا سلام. انا عايزة عشان مستقبلكو قبل ما وصلكو حوصيكو. الحب جميل زي جمالكو الحب ينور لياليكو وكل امل بعيد بالحب تحققوه والقلب احلى وحديد بالحب تلينوه. يا معدن وبيبقى حبيب لما يتلون من حب نصيب. ايوه انا جاي ايوه انا جاي طبعا اجي مجيش ازاي حد تنادي عليها امورة زيك حلوة كده وما يجيش اما صحيح تلاقيش معذورة علشان لسه ما تعرفنيش عمري ما شفتك ولا في الصورة يبقى اصول ما تكلمنيش. عايز ايه تلم طوعني ما معيش فكة ما تفكيش ده انت صحيح متعب وايه يعني متعب متعب بس اعيش. روح شوف لك حمام تاني واصطاد من وش المية روح شوف لك حمام تاني واصطاد من وش المية. امال مين اللي ناداني ده انت اللي ناديتي عليا طب ده انا شايفك بوداني وكمان سمعك بعنيا. ما ندهت لكش لا 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 تكذبي انا ما اعرفكش لا 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 تكذبي واحد ماليش علاقه بيه ازاي افكر بس فيه. بيقولوا اللي ما تعرفيش احسن من اللي تعرفيه. انا خايفه بس تكون كذاب وانا قلبي خالي ولسه شباب صدقيني جربيني شوفي عيني تثبت لي انك مضمون تفضل وقتي وعمرك ما تخون. اعزميني اكليني لقمه طري تعيش ومال ما يتنسيش حبيني يلا وما تخافيش. ايه قلتي ايه ايه قلتي ايه ايه قلتي ايه هقول لك ايه هقول لك ايه اهو برضو احسن من ما فيش. هقول لك ايه هقول لك ايه اهو برضو احسن من ما فيش. هقول لك ايه هقول لك ايه اهو برضو احسن من ما فيش. اتفضل يا ممدوح بيه اتفضل تفضل 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 شكر تفضل حضرتك. نعم ترجمة
أهلا وسهلا. في حاجة يا فندم؟ لا أبدا، بس أول مرة بشوف حد بيشرب بالشوكة. أصلا يا فندم شوربة هوا، ومع ذلك أشرب المعلقة. انك ام ممتازه جدا. انا مش امهم. عظيم. امال دول ايه؟ انا مدرسه ودول ولاد اخويا. اه كده. بابا ما سابليش حاجه، اشتغلت مدرسه بعد ما توفى على طول. الله يرحمه. ولاد اخويا كانوا عايشين مع جدتهم في مصر، وانا بوصلهم لباباهم ومامتهم في بيروت. كويس ان جدتهم ما بعتتهمش في البوسطه. ما كنتش هتعرف بصاحبه اجمل صوت سمعته في حياتي. صحيح صوتي جميل. يكنن. انت ثروه ما تتقدرش بثمن. انا صوتك؟ ياه، مش الدرجات دي. صدقيني انا افهم في الاصوات والمزيكا. عارفه انت لو سبت لي نفسك ممكن اعمل معاك اللي عمله بليغ حمدي مع عفاف. ها؟ راضي؟ راضي وابقى مطربه مشهوره. وانا على حالك، انا عندي مجموعه الحان تهبل، بس ما كنتش لاقي الصوت اللي يغنيها، والحمد لله اديني لقيته. اسمها دي السيمفونية الناقصة. علي بعزة. اسمعي. الصوص وحياتك، اصلا احب السقساء. عظمة وقفت في زوري.
الحلو. لا معلش مش حاضر، اصل بطني اتنفخت. الله، هايل، برافو. متشكر قوي. قول لي بقى الكلام. كلام ايه؟ كلام الغنوة اللي هغنيها. الكلام حقيقة هو في مخي بس مش فاكره دلوقتي. لكن اطمني، على ما نوصل بيروت هكون افتكرته ضروري. ايه ده؟ انت جايب لي قهوة سادة؟ تحب نعملها لك بسكر؟ لا معلش، مرة تانية بقى. هتمشي؟ اصل انا متعود انام بعد الغدا، خصوصا لما تكون اكلة دسمة زي اللي كانت تاخدي. هنشوفك بالليل؟ بس ما تعشاش. عندك مانع؟ ده انا يحصل لي مزيد الشرف يا فندم. اتفضل. لا والله العفو، مش ممكن. اتفضل انت الاول. متشكرين جدا اسمى والأميرة. العفو ممدوح بيه. تفضلي. لا اتفضل انت الاول. فين انت؟ مش قلت انك نازل في الكابينة اللي جنبي؟ انا اصلا انا هتمشى شوية على ظهر المركب عشان احب اهضم شوية بعد الغداء. الله، انت مش قلت انك بتنام بعد الغداء؟ انا قلت كده؟ فعلا فعلا. طب اتفضل. لا اتفضل انت الاول. لا اتفضل انت الاول. سلام. سلام. بركبوا الهوا حلاوتي كده النوسة. لكن دي أول مرة في حياتي أشوف واحد أكل الهوا. يعني كنت هعمل العزومة منين؟ ما طالعين المركب على فيض الكريم. لكن يا ترى هيقول علينا إيه؟ هيقولوني ده سلو بلدنا في الأكل. حبتي ليه؟
وعايزه تقابليه تاني ليه؟ ما تخافش عليا، سيبني اتكتك، ممدوح ده هينفعنا قوي في خطتنا. حلاوتي كرنوشه. المهرجة يا مينا. انت المهرجة طحال اباد. هموت من الجوع. شرح، طب انت اكلت الهوا لكن انا مش لاقيه. تعالى معايا هاكلك. تبقاش مجنون، الريس حسن لو شافنا هيودينا في داهية. حسن مين يا ابني وبتاع مين؟ ده احنا اللي كتفنا الزبق ومسمرناه بحبال الريح. يعني هناكل زبق؟ لا هنكتفه. تعال تعال. يلا. مساء الخير يا فندم. اهلا. احنا متاسفين قوي على اللي حصل النهارده فندم. ما احنا بتوع الخناق، العيال الصيع. ايوه الجربيع. ايوه ها. الو معلش، حصل خير؟ هو في الحقيقه احنا جايين نعتذر. يعني الحقيقه اقعد يا صلاح، اقعد، البيه مش غريب. انت مكسوف ولا ايه؟ اقعد. انا قاعد. في الحقيقه هو فصل بايخ شويه، لكن اللي حصل ده غصب عننا يعني. انت بتاكل ايه؟ بفتك. بفتك مش بطال، بس الملح زياده شويه، مش كده صراحة؟ خد ذوق كده. انت مش عايز تاكل ليه؟ مكسوف يا سيدي. المحكم رايه تقول له اتفضل، والنبي قول له اتفضل، قول له بس اتفضل. الحقيقة بقى احنا لما عرفنا مين المرحوم اللي جاي معاك قلنا لازم نعتذر. يعني ايه؟ يعني ما كانش صح ابدا نعمل العملة البايخة دي يوم وفاة المرحوم. انتوا كنتوا تعرفوه؟ قال كنا نعرفه. عز المعرفة وحياتك، ما كناش بنفرق ليل ولا نهار، ده كل اسراره كانت معانا. كل اسراره؟ عمره ما خبى عننا حاجة، حتى اسم امه. انا يا فندم اعرف المرحوم قبل ما يموت وبعد ما مات. كنا ميتين مع بعض في المدرسه كده. اهو. اهلا وسهلا، انا اذنكم. انا كنت هموت من الجوع يا ده. ادينا اكلتك في مطعم الدرجه الاولى. الحمد لله ان الرئيس حسن ما شفناش ولا شفنا. هو على همنا منه ده باين عليه اهبل قوي يالا. وتلاقي مخه تخيل. شكله عامل زي الخنزير البكر يا جدع، ده شبه الترماي. تلاقينا عامل بيه محترم ومراته في البيت تديله على قفاه. ده عليه حته قفا يا جدع، حته قفا. كده اهو. ايه ايه بتغمزني ليه؟ الكلام ده مظبوط ولا لا؟ قدام انت وهو من غير شوشره. بقول انت وهو، انا ماليش دعوه. انت قبل منه. اوكي قدام. اوكي اتفضل امسك من هنا. امسك. هات هات هات. طب لحمه بلاش يظهر قدام انت وهو. يا جدع اطلع قدام. طب ما تزفرش الامير.